نعرفك. يسرني أن أكون في هذا اليوم في البرلمان الأوروبي، وأبدأ بتقديم الشكر الجزيل لصديقنا العزيز سيد سترون ستيفنسون الذي دعاني إلى هذا اللقاء، وأشكر شجاعته وزيارته الأخيرة لإقليم كردستان وقربه من ليبرتي ومحاولته الوصول. شكرا له على جهوده الشجاع. حضوري هنا في البرلمان الأوروبي ليس كعضو في البرلمان الأردني فحسب، بل أمثل أغلبية أعضاء مجلس النواب الأردني الذين وقعوا في الشهر الماضي على بيان أكدوا فيه بأننا طالبنا ونطالب الأمم المتحدة بتوظيف جميع إمكاناتها الدولية من أجل الإفراج الفوري عن الرهائن من قبل الحكومة العراقية، ومن أجل زيادة الحد الأدنى من المعايير الأمنية في ليبرتي وضمان أمن السكان. ونحن متخوفون من زيارة المالكي إلى طهران وأن يطلب دعمه في الانتخابات القادمة، ومقابل ذلك يلبي مطالب حكومة إيران في إعدام السبعة أو تسليمهم إلى إيران. في البيان أيدنا وأعلننا دعمنا للبرنامج المعلن من قبل السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية، الداعي إلى أن تكون أصوات المواطنين هي المعيار الوحيد للقياس والتقويم لإقامة نظام تعددي وحرية الأحزاب والاجتماعات، وأن تحترم في إيران الغد جميع الحريات الشخصية مع التأكيد على الحرية الكاملة للتعبير عن الرأي وحرية وسائل الإعلام، وأن تكون السياسة الخارجية قائمة على التعاون والتعايش السلمي والتعاون الدولي والإقليمي واحترام ميثاق الأمم المتحدة. وقد سلمت التواقيع، أكثر من نصف أعضاء البرلمان الأردني سلمتها للسيدة مريم رجوي مواجهة. نحن في الأردن ننطلق في علاقاتنا الخارجية من منطلق حقوق الإنسان، والعلاقات الإنسانية التي تفوق اعتبارات أخرى، حيث استضاف الأردن في التسعينات إخواننا اللاجئين العراقيين، وفي الوقت الحاضر يستضيف بلدنا ما يقارب مليون لاجئ سوري. لا يمكن أن نفصل أمن بلدنا عن أمن المنطقة، والأخطار التي تهدد الدول الخاصة من جراء تدخلات النظام الإيراني في العراق وسوريا ولبنان والبحرين واليمن وغيره ودعمه لانقسام الصف الفلسطيني. ولذلك نتطلع إلى استتباب السلام والاستقرار في المنطقة وإبعاد شبح الحرب والوقوف بوجه سياسة تأجيج الحروب الطائفية في العالمين العربي والإسلامي، ويقف وراءها النظام الإيراني مع الأسف. نحن تماما غير أن الاتفاق الذي حصل في جنيف بين الدول الخمسة زائد واحد والنظام الإيراني سوف لن يدرأ الخطر عن المنطقة وأمنها ما لم يكن مكتملا بإيقاف تدخلات وهيمنة النظام الإيراني خاصة في سوريا والعراق وسائر بلدان المنطقة. لا يمكن أن يكون الاتفاق على حساب أمن بلداننا أبدا، وإن الاهتمام الدولي والأوروبي بشكل خاص يجب أن يشمل هذا الاعتبار بنفس الحرص وبنفس الصرامة. نأمل أن لا نبقى متفرجين على مأساة إنسانية تحصل في مخيم ليبرتي مثل ما حصلت في مخيم أشرف من قبل. نأمل أن يكون هناك دور عملي ثابت واضح في البرلمان الأوروبي، وذلك بإيقاف الدعم عن حكومة المالكي، الضغط على الاتحاد الأوروبي لإيقاف الدعم عن حكومة المالكي حتى يلبي متطلبات المجتمع الدولي ويسلم أولا المخطوفين ويكف شره وأذاه عن سكان ليبرتي لتخفيف المعاناة عنهم، وبذلك يتوقف إضرابهم عن الطعام عند ذلك. شكرا لكم جميعا والسلام عليكم.